جريح البطل غياث علي الديوب يتابع مسيره على كرسي المدولب على طريق الانتصار، الطريق الذي حررته أرواح شهدائنا ودماء جرحانا الأبطال انفور الواصل بين حما وحلب. الأرض لنا والنصر قدرنا، ولن نرضى إلا الانتصار قدر لنا. نحن على طريق الانفور، هذا طريق شريان الحياة لمدينة حلب. هذا الطريق اللي انفتح وتحرر على يد أبطال جيشنا العربي السوري ودماء جراحنا الأبطال اللي حرروا هالطريق وفتحوه بعد انقطاع فترة طويلة من قبل الإرهابيين، ولكن بواسل جيشنا العربي السوري ونمور جيشنا العربي السوري فتحوا الطريق وحرروه، وعاد شريان الحياة إلى مدينة حلب. كل شبر بهالطريق في نقطة دم شهيد أو جريح، وشهداء ارتقوا لفتح هالطريق، والحمد لله فتح الطريق واشتغل الطريق وتحررت العاصمة الاقتصادية لسوريا. رسالتي، نحن جرحى الجيش العربي السوري. أنا حبيت أدي رسالتي على الكرسي، وصل رسالتي إنه نحن جرحى الجيش العربي السوري صامدين رغم جراحنا رغم ألمنا رغم وجودنا على الكراسي، ورح نحقق النصر. رسالتي لرفاق الجرحى يشدوا الهمة والعزيمة ويكونوا صابرين على جراحهم، لأنه بإذن الله رح تتحرر سوريا. رياضة. شو بتوجه كلمة لرفاقك الجرحى؟ إنه كمان يشدوا الهمة والعزيمة ويمارسوا الرياضة، لأن الرياضة هي الحياة. ينضموا للرياضيين، ينضموا للاتحاد العربي السوري للرياضات الخاصة للمشاركة بالبطولات، ويكونوا أبطال بالرياضات الخاصة مثل ما كانوا أبطال في ساحات المعارك وساحات القتال، مثل ما كانوا أبطال كل محل كانوا فيه. شكرا. تحية لرفاقنا الجرحى. الله يرحم شهدائنا الأبطال. الله يرحمهم جميعا. ويشفي جرحانا. والوفاء والولاء للسيد الرئيس قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد. شكرا.